تعاني النازحات الأوكرانيات ضعف ما يعاني اللاجئ الأوكراني، فلحظة اتخاذ قرار النزوح أول ما تواجه السيدة الأوكرانية من عقبات فراق الزوج أو الأخ أو الأب. فالقانون الأوكراني في ظل الحروب يجبر الذكور الأوكرانيين من 18 إلى 60 عاماً بالبقاء في أوكرانيا للدفاع عن الوطن، وهنا يبدأ العناء النفسي للمرأة الأوكرانية، ومن ثم تبدأ بمفردها أو مع أطفالها لمن تغادر مع أبنائها طريق النزوح، وهنا أيضا تتعرض لمخاطر جمة. فالطريق من كييف العاصمة الأوكرانية إلى الحدود البولندية أو الرومانية تحتاج إلى 20 ساعة على الأقل، وفي ظل الوضع الأمني الطريق محفوف بالمخاطر من قطع طرقات من قبل الآلات العسكرية وقصف وانتظار، وقد تستغرق الطريق إلى الغرب أحيانا يومين كاملين. عليها أن تحمي أطفالها ونفسها من مغتصبي وقطاع الطرق، وعليها أن تطعم وتجد مكانا آمنا لإيواء أولادها أو رضيعها إذا كان مسافرا معها. ولا تنتهي المشاكل هنا، بل أيضا عليها أن تعبر الحدود من الشق الأوكراني مشيا على الأقدام في طقس بارد وعاصف لمسافة قد تصل إلى 14 كيلومترا كما يحدث على الحدود الرومانية الأوكرانية. وعند عبور الحدود إلى هنا بولندا مثلا من معبر ميديكا، فهي صحيح تدخل إلى مكان آمن على الأقل من القصف والدمار، ولكنه لا يخلو من وجود من يستغل النساء، وذلك بعرض خدماته كإيوائها ومحاولة اغتصابها كما حدث مع الفتاة الأوكرانية التي تبلغ من العمر 19 عاما. النازحة الأوكرانية المحظوظة هي من تسافر مع عائلتها المقربة أو أصدقائها وتعرف أين وجهتها بالتحديد. وإذا تحدثت الأرقام، فقبل العملية العسكرية الروسية بلغ عدد سكان أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وربع سكان أوكرانيا نزح أو لجأ، وثلثهم من الأطفال، ولا أطفال دون أمهات. إذن المرأة الأوكرانية إلى جانب اللجوء تعاني من الخوف والتشرد في أكبر عملية نزوح في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية من المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا. ليث بزاري، العربية.